في الشابتر ده هنتكلم عن الاستورج فيرشواليزيشن بيزكس، طرق تخزين الداتا من المواضيع المهمه جدا، ازاي الداتا تتخزن في الكلاود، وهل الطريقه اللي بتتخزن بيها في الكلاود تختلف عن الطريقه اللي بتتخزن فيها في التراديشنال اي تي. ودي المواضيع اللي احنا هنتناولها في الشابتر ده. الاوبجكتيف بتاعنا يتلخص في النقاط التاليه. اول حاجه ان احنا نتعرف على الهواوي فوشن سفير فيرشواليزيشن سوليوشن، ان انا اعرف الاستورج اركتكتشر المستخدم في الفيرشواليزد انفايرمنت، ان انا اعرف ديفرنت تايبس اوف ديسك، ان انا اعرف الفرق بين سنترالايزد وديستريبيوتد ستورج، ان انا اعرف الفرق بين الفيرشواليزد والنون فيرشواليزد ستورج، ان انا اعرف ديفرنت تايبس اوف فيرشوال ماشين ديسك. اخر حاجه ان انا اتعرف على الاستورج فيتشر of Huawei Virtualization Product. أول حاجة هنتكلم عنها هي الـ Storage Architecture for Virtualization. بعد ما تعرفنا على الـ Cloud Computing، عرفنا التكنولوجيا اللي بتعتمد عليها الـ Cloud Computing، وعرفنا إزاي نعمل Create لـ Virtual Machine. طبعاً كل Virtual Machine يكون عندها داتا محتاجة تخزنها، داتا بتتخزن فين؟ بتتخزن في الـ Storage Resources. السؤال هنا بقى الاستورج ريسورسز اللي الفيرتشوال ماشين بتعتمد عليها عشان تخزن الداتا بتيجي منين؟ وازاي الفيرتشوال ماشين بتاكسس الاستورج ريسورسز دي؟ الديسك في الكلاود كومبيوتنج مش فيزيكال انتيتيز، عشان كده الكلاود يوزرز مينلي بيهتموا بالديسك بيرفورمانس والديسك كاباسيتي اكتر من اهتمامهم بالفيزيكال اتربيوتس. عشان كده في الكلاود كومبيوتنج بقى عندنا ممبر جديد نقدر نقول عليه اسمه كلاود ديسك. ازاي بقى احول من الفيزيكال هارد ديسك اللي انا عارفه ومتعود عليه للكلاود ديسك؟ بصفه عامه الفيزيكال ديسك نقدر نعتبره هو متواجد في الباتوم لاير زي اللي احنا شايفين في الشكل هنا، والكلاود ديسك موجود في التوب لاير. وطبعا في اوبريشن كتير جدا بتتم على الفيزيكال ديسك عشان يتحول في الاخر للكلاود ديسك، زي اللوجيكال بارتيشننج وزي الفايل سيستم فورماتنج. لازم طبعا نتعرف على العمليات دي وبتتم ازاي. بصفه عامه برضو الفيزيكال ديسك اقدر اخده من سنترالايزد ستورج زي الموجود عندي في الليفت سايد من السلايد، ممكن يكون جاي من ديستريبيوتد ستورج زي الموجود في الرايت سايد من السلايد. هنتعرف على النوعين دول. والصورة النهائية من الكلاود ديسك ممكن تكون في صورة فيرشواليزد ستورج أو ممكن يكون في نون فيرشواليزد ستورج، وبرضه هنتعرف عليهم بالتفصيل في الشابتر ده. هنبدأ بتناول من الموضوع ده من الأول خالص من الباتم لاير عند الفيزيكال ديسك، وبعد كده نبدأ نطلع لغاية ما نوصل للتوب لاير عندي. فهنتعرف على التايبس بتاع الفيزيكال ديسك والريليتد تكنيكس اللي بيعتمد عليها. هنتكلم في الاول عن الفيزيكال ديسك تايب، هنتكلم عن الساتا. بس قبل ما نتكلم عن الساتا لازم نعرف الكاتيجوريز اللي بتتقسم بيها الديسك بصفه عامه. اول حاجه عندي مينلي تو كاتيجوريز عند الهارد ديسك. في عندي حاجه اسمها هارد ديسك درايف اتش دي دي، وفي عندي سوليد ستيت درايف اس اس دي. ال HDD ده النوع الظهر الأول وساتا تنتمي ليه. بيعتمد على إني عندي مجموعة من البلاترز وماجنتيك هيد، وعملية الريد والرايت بتتم عن طريق الروتيشن للبلاترز دي. أول هارد ديسك درايف ظهر كان عن طريق IBM سنة 1956، وكان الويت بتاعه حوالي 1 طن والكباستي بتاعته 5 ميجا بايت. بعد كده في سنة 1974 IBM قدمت نوع تاني اسمه IBM 3340. الكباستي بتاعته كانت متقسمه لجزئين، 30 ميجا بايت از بيكسل ستورج و 30 ميجا بايت از ريموفبل ستورج، وكان بيعتمد على وينشستر تكنولوجي. وينشستر تكنولوجي دي تكنولوجي جديده ساعتها ما ظهرت، حلت مشكله كانت موجوده في الهارد القديمه، هارد ديسك القديم. الفكره بتاعتها ان كان في الاول علشان يحصل عمليه الريد والرايت لازم يكون في تلامس بين البلاترز والماجنتيك هيد، وبالتالي الفاست روتيشن للبلاتر ممكن يعمل ديستروي الهارد درايف.
المجال بقى وينشستر تكنولوجي لغت التلامس ده، فبالتالي زودت من الفاست روتيشن للبلاترز، وزودت بالتالي من عمليه الريد والرايت. احنا هنبدا نستعرض بعض انواع الهارد ديسك درايف، وبعد كده هنبدا نخش على الكاتيجوري الثاني سوليد ستيت درايف. اول نوع هنتكلم عنه في الهارد ديسك درايف هو الساتا او السيريال ادفانسد تكنولوجي اتاتشمنت. من اسمه بيعتمد على السيريال كوميونيكيشن، وده كان مبني قبل كده على تكنولوجي قبليه اللي هي اسمها الاي دي اي او الباتا. ونتيجه ان البرفورمانس بتاع الباتا كان ضعيف وما كانش اقدر اخد بيه سرعات عاليه، فراحوا للسيريال كوميونيكيشن. طبعا السؤال المنطقي، ازاي البارل كوميونيكيشن بتقدم لي سرعات اقل من السيريال كوميونيكيشن؟ نتيجه اللي انا عندي في البارل كوميونيكيشن بستخدم بنس كتير جدا، وبالتالي كل سيجنال ماشيه بتولد الكتريكال فيلدز، وبيكون بالتبعيه معاها طبعا ماجنتيك فيلدز. الماجنتيك فيلد ده بيعمل لي نويز فبيقلل لي السرعات، فعشان كده راحوا للسيريال كوميونيكيشن وراحوا للساتا. الساتا بيكون فيها امبيدد كوليك سيجنال، بتميز انها ليها سترونجر ايرور كوركت كابابيلتيز. السيجنال فولتج بتاعها ما بيزيدش عن نص فولت بالمقارنه للباتا اللي كانت حوالي 5 فولت، فطبعا قلت جدا من السيجنال فولتج. بتسبورت الهوت سوابابل، وبيستخدم ثين كيبلز، بالتالي تاني ليه اسهل كتير. الميزه الرئيسيه في الساتا ان هي ممكن اخد منها سايز كبيره قوي، بس برضو الى حد ما السبيدز بتاعتها اقل من الانواع التانيه اللي احنا هنتكلم عنها. النوع التاني من الهارد ديسك درايف هو السيريال اتاتشد سكازي او الساس. ده نقدر نقوله نيو جينيريشن من السكازي تكنولوجي. الاولد جينيريشن بتاعت السكازي تكنولوجي كانت بارل برضو زي بالظبط الشاتا، ونتيجه نفس المشاكل اللي قابلوها في الباتا راحوا للساتا. برضو البارل تكنولوجي والسكازي راحوا منها للساس علشان يتغلبوا على مشاكل النويز، وبالفعل الساس قدمت سرعات احسن كتير جدا من البارل سكازي تكنولوجي. الساس بصفه عامه بتمبروف الافشنسي، بتمبروف الافيلابيلتي، السكيلابيلتي للستورج سيستم، وفي نفس الوقت كومباتبل مع الساتا. الساس بتمتاز مينلي انها بتديني احسن بيرفورمانس من ناحيه الامت او سبيد، ممكن توصل السرعات بتاعتها ل 15000 ار بي ام. بس المشكله بتاع الرئيسيه ان هو لحد ما غالي، مفيش احجام كبيره منه، وبيحتاج باور لحد ما كبيره شويه علشان يشتغل. ثالث ديسك هنتكلم عليه من الهارد ديسك درايف هو النير لاين ساس، وده نقدر نعتبره نوع بين النوعين الاولانيين، بين الشاتا وبين الساس. هو فعلا كومبينيشن بين الاساس انترفيس والساتا ديسك، بياخد الميزه من هنا والميزه من هنا. احنا عارفين الميزه الاساسيه في الساتا ان هو بيديني كباستي عاليه جدا، والميزه بتاعه الساس ان هو بيديني بيرفورمانس احسن جدا من ناحيه الريد رايت سبيد. النير لاين ساس بيديني روتيشن سبيد توصل ل 7200، هي تقريبا نص الساس بس اعلى كتير جدا من الساتا، وبقدر اخد منه ديس كاباسيتيز اعلى كتير جدا من الساس، بس طبعا مش هتوصل للساتا. عشان كده زي ما قلنا هو بيحاول يكومباين من الاثنين وبياخد المميزات من الاثنين. الكاتيجوري الثاني او النوع الثاني هنتكلم عليه هو السوليد ستيت درايف، وده اول ما ظهر كان في سنه 1989، وكان ثمنه غالي جدا، والبرفورمانس بتاعه كان اقل كتير جدا من النوع الاولاني الهارد ديسك درايف، عشان كده ما استخدمش كتير قوي. بس هو كان في بعض المميزات اللي خليته يستمر، زي الشوك ريزيستنس، زي النويز والباور كونسامبشن، عشان كده استخداماته كانت متركزه اساسا في الميديكال والميليتري فيلدز. بس بعد كده مع التكنولوجي ومع بداوا يطوروا التكنولوجي بصوره كبيره ويقللوا سعرها، فالى حد ما بقت منافسه للهارد ديسك درايف. الفلويد ستيت درايف بتتكون من فلاش كنترولر وميموري شيب. الفلاش كنترولر بيبدا بكنترول عمليه الريد والرايت للداتا،
اما الميموري شيب بتستور الداتا، فهو مش بيختلف عن الهارد ديسك درايف، ما فيهوش روتيشن ستراكشر زي اللي موجود في الهارد ديسك درايف. لينا قرينا من ال SSD وال HDD، هنلاقي ان ال SSD بيمتاز عن ال HDD بمميزات التالية. اول حاجة High Read Speed، لانه بيستخدم ال SSD بيستخدم Flash Memory كStorage Memory، وبالتالي ملهاش ديسك ملهاش موتور، وبالتالي ال Search Time بنوفره لما يجي نقرا الداتا. تاني حاجة تشوف Resistance اعلى كتير جدا في ال SSD عن ال HDD، لان مفيش عندي جزء ميكانيكال جوه ال SSD، بالتالي احتمال ان يحصل ميكانيكال فولت اقل بكتير جدا عن ال HDD. بالتالي تقدر ال SSD تشتغل في environment فيها collision فيها vibration من غير ما يحصل اي مشاكل. ال SSD نقدر نعتبرها noise free or silent، ليه؟ لان مفيش اي rotation بتتم في عملية ال read write process. المانيوفاكتشرينج بتاع الـ SSD أقدر أعمله في small size وويت قليل جدا. الـ operating temperature range في الـ SSD أكبر بكثير جدا من الـ HDD، بس في المقابل الـ SSD لها ثلاث عيوب رئيسية. أول حاجة إن الكوست بتاعتها عالية جدا بالمقارنة بالـ HDD، نقدر نقول ممكن توصل 10 أمثال الـ HDD. تاني حاجة ما اقدرش اخد منها كباسس عالية قوي زي الـ HDD. اخر حاجة Service Lifetime بتاعت الـ SSD بالمقارنة بالـ HDD يعتبر اقل كتير قوي. شكل بيوضح لي او بيقارني بين الاربع انواع اللي احنا اتكلمنا عنهم من ناحية الـ Performance في مقابل الـ Price. طبعا اقل Performance اقدر اخده من الساتا، وهو في نفس الوقت اقل سعر. بعد كده يجي بعديه النيد لاين ساس، وده بيديني بيرفورمانس احسن من الساتا بس سعر اعلى شويه. بيجي بعد كده الساس، وده بيديني بيرفورمانس احسن من النوعين الاولانيين بس في نفس الوقت السعر بتاعه اغلى شويه. اخر حاجه خالص واعلى حاجه عندي من ناحيه البيرفورمانس هو الاس اس دي، بس في نفس الوقت الكوست بتاعنا زي ما قلنا ان هو اغلى كتير جدا من كل انواع ال HDD. اتكلمنا عن الستورج من ناحية المانيفاكشرين بتاعها وآلية عملها، نبدأ نتكلم على الديبلويمنت بتاعت الستورج ريسورسز بتاعتي. هل هي كلها موجودة في نفس المكان فبسميها سنترايزد ستورج، ولا متوزعة في اكتر مكان فبسميها ديستريبيوتد ستورج؟ Centralized Storage، المقصود بالCentralized Storage ان كل الـ Storage Resources عندي Centrally Deployed وبقدر اوصل لها عن طريق Unified Interface. بحط كل الـ Physical Disk عندي في Disk Enclosures وبتحكم فيها عن طريق Controller. الكنترولر ده موجود في Controller Enclosure. ايه المميزات اللي انا بيمتاز بيها Centralized Storage System؟ نقدر نعتبره انه بيسابورت الديناميك ستورج كاباسيتي اكسبانشن، بيمبروف الفولت توليرانس، بيمبروف الريد رايت بيرفورمانس. وطالما اتكلمنا على الريد رايت لازم نتكلم على الريد تكنولوجي. الريد تكنولوجي هي التكنولوجي اللي بيعتمد عليها السنترالايزد ستورج سيستم عشان يرايت الداتا. الريد تكنولوجي هي التكنولوجي اللي انا بستخدمها عشان اعمل ستورنج للداتا في السنترالايزد سيستم. الريد اختصار ل redundant array of independent disk. بطبيعه الاحوال الداتا بتختلف عن بعضها، في بعض الداتا مهم جدا ان هي ما يحصلش فيها اي losses، فبهتم بالreliability جدا فيها. وفي المقابل في بعض انواع تانيه من الداتا مش مهم قوي ان يحصل فيها losses، تمام زي ريلز ابلكيشن، بس المهم ان عمليه الريد والرايت تتم بسرعه جدا. طبعا عشان احقق الاثنين مع بعض مستحيل، لان في تعارض بين الاثنين. لو انا اهتميت ان الداتا ما يحصلش ده بيبطئ عمليه الريد والرايت، وفي العكس لو انا اهتميت ان الداتا تتكتب او يحصل لها ريد رايت بسرعه جدا بيكون على حساب
ان الداتا ممكن يحصل لها لوسز فيها. فعشان كده الريد تكنولوجي بتتقسم لحاجه اسمها ريد ليفلز. في عندي كذا ريد ليفلز، بشوف انا الداتا اللي انا عاوز اخزنها واشوف انسب ريد ليفل اقدر اخزنها فيه. وطبعا كل ريد ليفل بتختلف بحسب الكوست بتاعتها، بحسب البرفورمانس، وحسب الريلابيلتي. هنتكلم عندي، انا عندي مينلي تيبيكلي عندي 7 ريد ليفلز، بتبدا من ريد 0 لغايه ريد 6. وفي كومبينيشن عندي من الريد ليفلز زي ريد 10 اللي هو كومبينيشن من ريد 1 وريد 0. هنتكلم في الشابتر ده عن 4 ريد ليفلز، ريد 0 وريد 1 وريد 5 وريد 6. اول حاجه ريد 0. ريد 0 معروف بالستريبنج، بيمتاز بفيتشرز اساسيين. اول حاجه ان هو بيدليفر هايست سبيد بس في نفس الوقت ما فيهوش ريدندنسي. بخزن الداتا ازاي في ريد 0؟ اول حاجه بعمل لها سيجمنتيشن بناء على عدد الديسكس الموجوده في ريد 0، وبعد كده بعمل رايت للداتا في الديسكس ان بارالل. نقدر نعتبر ريد 0 اسرع ريد ليفلز على الاطلاق، بس في نفس الوقت لو حصل اي ديستروي لاي ديسك مش هقدر اعمل ريكفر للداتا. على سبيل المثال الشكل اللي قدامنا هنا، عندي كميه من الداتا عاوز اخزنها في تو ديسك، ديسك 1 وديسك 0. فبعمل ايه؟ زي ما قلنا اول حاجه بعمل سيجمنتيشن للداتا، بقسمها لداتا بلوك، بقسمها ل 6 داتا بلوك من دي 0 لغايه دي 5. بعد كده بعمل ستورنج في دي 0 ودي 1 في ديسك 1 وديسك 2 at the same time. بعد كده دي 2 ودي 3 at the same time، دي 4 ودي 5. بعد كده بعتبر التو ديسك دول كانهم لوجيكال لارج ديسك، الانبوت اوت بتتم في التو ديسك ان بارالل زي ما قلنا. انه ابلكيشن مناسبه للريد 0؟ طبعا الابلكيشن اللي لو حصل اي لوسز للداتا مش هيحصل، مش هيعمل لي عندي مشكله زي الستريمنج مثلا وكل ريل تايم ابلكيشن بصفه عامه. الليفل الثاني من الريد ليفلز هو ريد 1، ده بنسميه الميرورنج. الديزاين بتاعه بيعتمد ان انا ماكسمايز الافيلابيلتي والريبيرابيلتي لليوزر داتا. بيعتمد ازاي او بيشتغل ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل كوبي لكل الداتا الموجوده في ديسك في ديسك ثاني. دي حاجه اسمها الريد جروب. الديسك الاولاني بسميه السورس ديسك، الديسك الثاني بسميه الميرور ديسك. عشان كده نقدر نعتبر الريد 1 من هو بيديليتر بيست داتا ريدابيلتي بكل الريد ليفلز. بس في نفس الوقت بسبب الميرورنج اللي احنا بنعمله، الريد 1 بيديليفر لوست ديسك يوسج بين كل الريد ليفلز. الريد 1 نقدر نعتبره برضو ان هو اغلى ستوريج يونت بين كل الريد ليفلز. انه ابلكيشن بالنسبه لي الابلكيشن اللي هي مهم جدا الداتا ما يحصلهاش اي اسس، زي مثلا الايميل، زي الاوبريتنج سيستم، في كل الحاجات دي من هتبقى في مشكله كبيره لو حصل اي ديستروي للديسك، فلازم احافظ على الداتا عندي في الديسك. ريد 5 نقدر نعتبره موست كومن ريد ليفل، وايد يوزد جدا. ليه؟ لان هو بيقدم بالانس ديزاين بين السوبريور بيرفورمانس في نفس الوقت داتا ريدندنسي. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البارتي شيك علشان يعمل ايرور كوريكشن للداتا. على سبيل المثال الشكل اللي قدامنا هنا، انا عندي داتا عاوز اخزنها على 3 ديسك، وده اقل عدد من الديسكس اللي اقدر استخدمها في الريد 5. فبقسم الداتا لست اجزاء من دي 0 لدي 5. بعد كده ببدا اقسمها لجروبس، دي 0 دي 1 ما بعملش باك اب بقى زي الريد 1، وانا بعمل جنريشن لبي 0 باستخدام دي 0 دي 1. بعمل جنريشن لبي 0 وبخزن دي 0 في ديسك ودي 1 في ديسك وبي 0 ديسك. برضه الجروب الثاني دي 2 ودي 3 بعمل جنريشن لبي 1 منهم وبخزن كل واحده في ديسك. اخر حاجه دي 4 دي 5 بعمل جنريشن منهم لبي 2 وبخزن كل واحده في ديسك. فلو حصل ديستروي على سبيل المثال للديسك 1، يبقى عندي الداتا اللي حصل لها لوسز هي دي 0 ودي 2 باستخدام دي 1 اللي موجوده في ديسك 2 وبي 0 اللي موجوده في ديسك 3. هقدر اعمل جنريشن لدي 0 و
باستخدام بي 1 اللي موجوده في ديسك 2 وبي او دي 3 اللي موجوده في ديسك 3 هقدر اعمل جنريشن لدي 2 او اعمل ريكفر لدي 2. اتكلم عليه في الريد ليفل هو ريد 6 هو ديزاين تو فيرذر انهانس داتا بريدكشن. لو جينا قارناه بريد 5، ريد 5 محتاج باريتي بلوك واحد بس لكل داتا بلوك، اما ريد 6 محتاج اثنين باريتي بلوكس لكل داتا بلوك. واحد هيراركي بيعمل هيراركال تشيك والثاني بيعمل اوفر اول تشيك. بالتالي نقدر نعتبر ريد 6 بروفايد سوبيريور داتا ريدندنسي بيرفورمانس، بس في المقابل ان انا استخدم تو باريتي تشيك ميكانيزم بيعمل سبيد داون للداتا رايتس، وكمان الديزاين بتاع ريد كنترولر بتاعي هو مور كومبلكس، وان انا استخدم تو باريتي ارياس الستورج سبيس بتاعتي بيقللها بصوره اكبر من اي ريد ليفل ثاني. لو كان عندي الداتا زي ما احنا شايفين هنا في الشكل وعندي 4 ديسكس وده اقل عدد من الديسك ممكن استخدمه في ريد 6، ببدا اقسم الداتا لبلوكس دي 0 دي 1 وبعمل جنريشن من دي 0 دي 1 زي ما عملنا في ريد 5، بس هنا بعمل ايه تو باريتي تشيك بي 0 وكيو 0 و بحط كل واحدة فيهم في ديسك دي 0 في ديسك 1 دي 1 ديسك 2 بي 0 في ديسك 3 كيو 0 في ديسك 4. الداتا بوك الثانية اللي هي دي 2 ودي 3 بعمل جنريشن منها البي 1 وكيو 1 وابدأ أقسمهم على ديسكس زي ما عملنا في الداتا بوك الأولانية وهكذا. هنا الميزة عندي إن لو حصل ديستروي لتو ديسك أقدر أعمل كفر ليتر مفيش مشكلة. Centralized storage types في عندي mainly two types. أول حاجة storage area network أو SAN و network attached storage أو NAS. هنتكلم in short عن كل واحدة فيهم. SAN نقدر نعتبرها dedicated high speed storage network تتكون من storage devices completely isolated و independent عن النتورك العادية. الديزاين ده ان انا اعمل ايزوليشن بين التو نتوركس بالنتورك الخاصه بالستورج والسيرفيس نتورك بيديني احسن بيرفورمانس للستورج، وفي نفس الوقت ما بيأثرش على بقيه النتورك لان في ايزوليشن للترافيك بين الناحيتين. السان في عندي نوعين من السان، في عندي فايبر تشانل سان او اف سي سان وفي عندي الاي بي سان. الحقيقة الأول ظهرت الفايبر تشانل سان نتيجة بعض المشاكل ظهرت بعد كده الاي بي سان. بتتكون من ايه؟ لو جينا كلمة عن الفايبر تشانل سان بتتكون من اول حاجة الستورج ديفايسز بتاعتي، وبعد كده بتتكون من عندي سيرفر اللي بيستور الداتا في الستورج ديفايسز. السيرفر ده بيكون فيه ليه تو انترفيس، انترفيس ناحية السيرفيس نتورك وانترفيس ناحية الستورج نتورك بتاعتي. بربط بين الستورج ديفايسز والسيرفر باستخدام اف سي سويتش، بستخدم الفايبر انترفيس وهوست باس ادابترز. سان تكنولوجيز كانت كلها اف سي سان، تنقل الداتا عن طريق فايبر تشانل، بس طبعا عشان مفيش كومباتيبلتي بين الفايبر شانل بروتوكول والاي بي بروتوكول، بالتالي اي يوزر هيعمل انستليشن لسان نتورك عنده لازم يشتري كل الكومبوننت الخاصه بالاف سي سان. بالتالي الكوست بتاع الانستليشن بتاع الاف سي سان بتكون عاليه جدا. في نفس الوقت مش اي حد بيعمل لها كونفيجريشن ولا يعمل لها ترابل شوتنج، ولازم حد سبيشاليزد في السان تكنولوجي عشان يقدر يمنتين وترابل شوت السان نتورك. عشان كده الاف سي سان مش مناسبه قوي لو انا عندي سمول سكيل نتورك، لان التكلفه هتكون مشكله في الحاله دي. فبداوا يفكروا في الاي بي سان. الاي بي سان هي سان بس دمجت الاي بي بروتوكول جوه السان نتورك، فبتعتمد على الاي بي بروتوكول. الاف سي سويتش استبدلته ب ايثرنت سويتش عادي هوست باس ادابتر، مش محتاجينه. الانترفيس بتاعتي ايثرنت عاديه
بالتالي الكوست بتاعي بقت اقل كتير قوي، والانفليشن بتاعتي بقت مش محتاجه متخصصين جدا. دول النوعين الاساسيين من السان بالماشي، الاتسي سان والباي بي سان. نيجي بقى نتكلم على النوع الثاني وهو الناس. اختصار لايه؟ اختصار نتورك اتاتشد ستورج. لو جينا قارناه بالسان، السان نقدر نعتبره بلوك ليفل كمبيوتر داتا ستورج، اما الناس فايل ليفل كمبيوتر داتا ستورج، يعني بيتعامل بفايل في فايل سيستم. لو جينا بصينا على النتورك الخاصة بالناس، هتلاقي ان بتكون من الناس سيرفر او الناس ستورج، بتخزن فيه الداتا، وعندي اليوزرز يقدروا يعملوا اكسس للناس سيرفرز. طبعا عشان يقدروا يعملوا اكسس للناس سيرفر محتاجين بروتوكولز علشان يمانج القصة دي. فعندي اشهر حاجة عندي ال NFS او ال CIFS. ايه هي ال NFS او ال CIFS؟ دي البروتوكولز اللي بتخلي اليوزر ريموتلي كونكت على السيرفر ويعمل الاوبريشن اللي يقدر يعملها في اللوكال بي سي بتاعه، يعملها على السيرفر. فيقدر يعمل ستور داتا، رايت للداتا، ريد للداتا، باك اب للداتا، كانه شغال على الهوست بتاعه او اللوكال بي سي بتاعه. لو جينا نعمل كومباريزون بين السان والناس، اهم حاجه واول حاجه طبعا ان الداتا في السان بتاعت بلوك، يعني نعتبره بلوك ليفل داتا ستورج، اما الناس الداتا بتاعت فايل، فنقدر نعتبره فايل ليفل داتا ستورج. من ناحيه الكوست بتاعتي، الكوست بتاعت الناس اقل كتير جدا من السان. من ناحيه الانستوليشن والسيت اب والشوتنج، لا السان اعلى كتير قوي من الناس. بس في المقابل بقى، من ناحيه البرفورمانس والسكيل، لو احنا اتكلمنا عندي في الشبكه عدد اليوزرز زاد بدرجه كبيره جدا، في الحاله دي هتبقى البرفورمانس بتاعت السان اعلى كتير قوي من الناس. لان زي ما قلنا ان الناس موجوده في نفس الصمت عندي، في نفس النتورك، الترافيك بتاعت الناس ماشيه في نفس الترافيك بتاعت النتورك العاديه. فبالتالي لو زاد عدد اليوزرز وزاد الترافيك هياثر على البرفورمانس بصفه عامه. غير طبعا لو كان الموضوع، لو نعمل انيشال للسان، هتلاقي ان هي نتورك ايزوليتد عن النتورك العاديه، فبالتالي مع زياده عدد اليوزرز وزياده عدد الترافيك مش هياثر عندي في السان نتورك. مقابل من Centralized Storage في عندي Distributed Storage. ايه هي Distributed Storage؟ هي الـ Systems الـ Storage Resources بتاعتي باخدها من الـ Storage Spaces اللي موجود عندي في السيرفرز اللي Distributed في النتورك بتاعتي. وبالتالي بمعنى اخر، ما عنديش Dedicated Storage Devices زي الناس وزي السان. باجي بعملها ازاي؟ انا بعمل Virtualization لكل الـ Available Spaces الديستريبيوتد عندي في كود الهوستس الموجوده. بعمل لها فيرتشواليزيشن في سنجل فيرتشوال ديفايسز، والداتا المتخزنه في الفيرتشوال ستورج عندي بتكون ديستريبيوتد في كل الستورج نتورك. طيب ايه هي المميزات؟ ده اللي شايفينه هنا في الشكل. باخد كل الستورج هوستس الموجوده في ايه؟ في السيرفرز الموجوده. طيب ايه المميزات في الديستريبيوتد ستورج عندي؟ اول حاجه من ناحيه الكاباسيتي اكسبانشن، اي سيرفر موجود عندي في النتورك اقدر اعتبره جزء من الديستريبيوتد سيستم، وبالتالي ممكن اعمل اكسبانشن للكاباسيتي بتاعتي بسهوله جدا، وسهل جدا ان انا اعمل سكيلابيلتي. بس لازم ناخد في اعتبارنا ان لما اجي احسب الاستورج سبيسز بتاعتي، ان مش كل الاستورج سبيسز اللي موجوده في السيرفرز محسوبه عندي في الديستريبيوتد سيستم. ليه؟ لان كل سيرفرز دي، اي سيرفرز بيكون في ابلكيشن بتشغل جزء من الستورج سبيسز، وبالتالي لازم اراعي الجزء ده وانا لما اجي اعمل كمبيوتر ريسورسز بتاعتي، فما احسبهوش معايا. برضو من المميزات عندي في حاله السنترلايزد ستورج، لما اجي اعمل ريد ورايت للداتا بتتم عن طريق الكنترولر، وبالتالي عندي مشكله الكنترولر بوتل نيك، ان كل الداتا لازم تروح على الكنترولر، فبالتالي هيأثر عندي في البرفورمانس. الكلام ده طبعا مش فاليد في حاله الستورج سيستم. ليه؟ لان انا عندي الستورج ريسورسز عندي متوزعه في هوستس موجودين في اماكن مختلفه،
بالتالي يحسن جدا من limbic hop speed. بس في المقابل انا عندي في حاجه تانية لازم اراعيها، اللي هي ان الداتا المتخزنه محتاج احسب لها ايه، اعمل periodic calculation للباث بتاع الداتا كل ما اجي اقرا او اكتب داتا. عمليه الكالكوليشن للباث دي كل ما بتزيد عدد الكلاينتس كل ما بتزيد الكومبلكسيتي بتاعت عمليه الكالكوليشن. فدي برضو نقطه ايه لازم اراعيها في حاله الديستريبيوتد ستورج سيستم. زي ما احنا كنا في السنترلايزد سيستم عشان نحقق الهاي افيبيليتي ونحقق السكيورتي للداتا كنا بنستخدم الريد تكنولوجي. هل ينفع ان استخدم الريد تكنولوجي في الديستريبيوتد ستورج سيستم؟ الاجابه لا. ليه بقى؟ في حاله الريد سيستم كل الهارد درايف الموجوده في الريد اري لازم تتواجد على نفس السيرفر. الهاردوير بتاع الريد لازم يكون ليه يونيفايد ريد كارد، السوفت وير بتاع الريد لازم يكون ليه يونيفايد اوبريتنج سيستم، وبالتالي الديستريبيوتد سيستم ما بتوفرش فيه الشروط دي كلها، وبالتالي مش هقدر اطبق الريد تكنولوجي. طيب الحل هنا ايه؟ الحل ان انا استخدم الريبليكيشن، وهنتكلم على الريبليكيشن بالتفصيل. الريبليكيشن البديل للريد تكنولوجي المستخدمه في السنترلايزد سيستم بس بقى في الديستريبيوتد سيستم. الريبليكيشن ميكانيزم بيكيبس ايدنتيكال كوبيز اوف داتا اون ديفرنت سيرفرز، وبالتالي لو حدث اي فيلير لاي سيرفر مش هيحصل لوس للداتا. ازاي بيتم الكلام ده؟ عن طريق الديستريبيوتد ستورج سيستم بيعمل ديفايد للهارد درايف في كل سيرفر لمجموعه من البارتيشنز، وكده بيجنريت حاجه اسمها ريسورس بول، ده عباره عن بارتيشنز اللي انا عملتها بس من سيرفرز مختلفه. لما اجي اعمل ستورنج للداتا في الريسورس بول بحط كوبي في كذا بارتيشن، وبالتالي الداتا بتتخزن في سيرفرز مختلفه. لان احنا قلنا ان الريسورس بول بتكون من بارتيشنز من ديفرنت سيرفرز. ازاي بتحصل عمليه الداتا رايت؟ اول حاجه الستورج سيستم بيالوكيت ستورج بول او ديستريبيوتد ستورج بول علشان اعمل رايت للداتا. بعد كده بتبدا الابلكيشن بتستخدم الستورج بول دي وما ينفعش تستخدم حاجه ثانيه. الابلكيشن بتبعت ريكويست للستورج بول بتبدا عمليه الرايت، ومع الرايت بتحصل عمليه كوبي للداتا عدد معين من المرات، اليوزرز هو اللي بيحددها. كل كوبي بتحط في هارد ديسك مختلف عشان نضمن ان الداتا متخزنه في سيرفرز مختلفه. اول ما بتنتهي عمليه الكوبي كل سيرفر بيبعت مسج زي اكنولج كده ان عمليه الكتابه تمت. اول ما انا استلم او الابلكيشن تستلم كل المسج من السيرفرز المختلفه تمام كده عمليه الكتابه او عمليه الرايت بتكون تمت. طب ايه اللي بيحصل بقى لو انا عاوز اعمل داتا ريد؟ برضو الابلكيشن بتعمل الريد من اكتف كوبي وما بتاخدش كل الكوبيز، تاخد كوبي واحده بس من اكتف سيرفر اللي شايفينه هنا في الشكل. بعض البيبيلر ديستريبيوتد ستورج برودكت زي السيف زي الهادوب ده اوبن سورس سوفت وير، والبرودكت بتاع هواوي فوشن ستورج، والبيسان خاص بي ام وير. بعد كده هنتكلم على الفيرشواليزد ستورج والنون فيرشواليزد ستورج. هنتكلم في الاول على الفيرشواليزد ستورج كونفيرشن باث في الكلاود كومبيوتنج. نبدا من الفيزيكال ديسك اللي موجود عندي في البوتوم لاير في ستورج سيستم سواء كان سنترلايزد او كان ديستريبيوتد. بعد ما بنعمل ريد او ريبليكيشن بنعمل كرييشن للفيزيكال فوليوم عن طريق البارتيشننج او اللوجيكال ديفيجن. بعد كده عندي حالتين، يا اما عندي فايل سيستم او ما عنديش فايل سيستم. لو انا ما عنديش فايل سيستم بحول الفيزيكال فوليوم ده للوجيكال فوليوم.
لو انا عندي فايل سيستم بعمل فورمات، ولو الفورمات دي اتعملت ريموتلي بتكون عن طريق ال NFS زي مثلا ايه الناس سيرفر. بقى ده فيرشواليزد ستورج، نرجع للحاله الاولانيه اللوجيكال فوليوم عندي تمام، ازاي اعمل له فيرشواليزيشن تمام، بعمل له اتاتش الكمبيوتر كلاستر، وبعد كده بعمل له فورمات استخدام الفيرشوال فايل سيستم بعد ما بعمل كريشن للفيرشوال ماشين. وده الباس بتاعي خاص بالفيرشواليزد ستورج. نان فيرشواليزد ستورج كونفيشن باث، برضه هنبدا زي ما بدانا في الفيرشواليزد ستورج، بنبدا من الفيزيكال ديسك في البوتوم لاير في ديستريبيوتد سيستم في الستورج سيستم سواء كان سنترلايزد او ديستريبيوتد تمام. بعد كده بعمل له لوجيكال ديفيشن، بكون منه الفيزيكال فوليوم. بعد كده بحول الفيزيكال فوليوم، بحوله للوجيكال فوليوم اللي هو بالصوره دي، ما بعملهوش فورمات ولا بعمله فيرشواليزيشن تمام، بعمل اتاتش الكمبيوتر كلاستر وبتحول عندي لللاند. العلاقه بين الريد اري واللوجيكال يونت نمبر او اللام ده نقدر نعتبرها العلاقه بين البوتوم لاير عندي عند الفيزيكال والتوب لاير عندي في كلاود ديسك. الريد اري نقدر نعتبره لارج فيزيكال فوليوم مكون من مجموعه من الهارد ديسك. في التوب من الفيزيكال فوليوم نقدر نعمل كرييشن ل one or more logical unit of specified capacities، اسمي اللوجيكال يونت دي في اللوجيكال يونت نمبر او اللاين، وبقدر اعمل لها مابينج للهوست از بيزك بلوك ديفايس. زي ما قلت اللان ملهاش كباستي معينه وانما حسب الريكوايرمنت عندي، فممكن ان انا اعمل كرييشن للوجيكال فوليوم واحد بس من سنجل فيزيكال فوليوم، وممكن اعمل كرييشن لمالتيبل لوجيكال فوليوم من السنجل فيزيكال فوليوم. بصفه عامه الابري ابلكيشن ملهاش دايركت اكسس او كنترول على الفيزيكال ديسك، انما ليها كنترول على اللوجيكال فوليوم اللي هي اليونت بتاعته هي اللوجيكال يونت نمبر او اللام. طب ليه الابري ابلكيشن ملهاش اكسس او دايركت اكسس على الفيزيكال فوليوم او فيزيكال ديسك؟ تخيلوا معايا كده لو كان ليها دايركت اكسس عليها والداتا بتتكتب بيها دايركت، بتتكتب دايركت على الفيزيكال ديسك تمام باستخدام ابري ابلكيشن. لو انا حبيت اعمل اكسبانشن عندي وازود بعض الكباسيتي عن طريق اضيف بعض الديسكس، في الحاله دي محتاج اعمل فورمات، فلما اعمل فورمات كل الداتا اللي متخزنه في الديسك هيحصل لها لوسز، بالتالي احول الفيزيكال ديسك للوجيكال فوليوم، والتعامل ابري ابلكيشن يكون عن طريق اللوجيكال فوليوم مش الفيزيكال ديسك. ايه الخطوات او البروسيس اللي انا بحتاجها علشان اعمل كرييشن للوجيكال يونت نمبر او اللام؟ اول حاجه عندي من الديسك للفيزيكال ديسك بعمل كرييشن للفيزيكال فوليوم، بعد كده بعمل سيجمنتيشن، بعد كده بعمل كومبينيشن بكون الفيزيكال جروب، بعد كده بعمل فيرشواليزيشن وكون اللوجيكال فوليوم. بعد ما عملت الفيرشواليزيشن وعملت فورمات لاستخدام الفيرشوال فايل سيستم، بقت الاستورج سبيس عندي او اللوجيكال استورج سبيس عندي جاهزه ان استخدم عن طريق الابلكيشن. نتكلم عن الكومن فايل سيستمز. طبعا اول حاجه هنقول عنها هي الفايل سيستم في الاوبريتنج سيستم. ايه هو الفايل سيستم؟ الفايل سيستم هو البروسيس اللي تتحكم في كيفيه تخزين الداتا ومكان تخزين الداتا في الهارد درايف، وازاي اعمل اكسس عليه. لو تخيلنا عندي هارد من غير فايل سيستم، في الحاله دي داتا اختلف الفايلز هتتخزن ك 1 و 0 ورا بعضها بدون تحديد لنهايه فايل وبدايه فايل تاني، كلها هتتخزن في الروت ك 1 و 0 زي ما قلت. عشان كده الفايل سيستم بيمانج الاوبريشن زي الستورج مانجمنت، الفايل نيمنج، الكرييشن دايركتوريز والفولدرز والسب فولدرز، فبينظم عمليه تخزين الداتا جوه الهارد.
عندي اشهر انواع فايل سيستم؟ عندي الفايل الوكيشن تيبل 32 اللي هو 32 والنيو تكنولوجي فايل سيستم او الاني تي اف اس. النوع الثاني الناس فايل سيستم، في عندي نوعين منه الان اف اس او سي اي اف اس. لو جينا اتكلمنا على سبيل المثال على الان اف اس او النتورك فايل سيستم، ده نعتبره بروتوكول شغال في الابلكيشن لاير بين الكلاينت والسيرفر، بيسمح للكمبيوتر يوزر ان هو يعمل فيو او حتى ستور او ابديت للفايلز في ريموت كمبيوتر كانه شغال على الجهاز بتاعه. ال NFS بيخلي السيستم ادمنستريتور في السيرفر ان هو يعمل ماونت لكل او جزء من الفايل سيستم الموجوده في السيرفر، وبالتالي الجزء ده كان بي اكسست عن طريق الكلاينتس اللي موجود في مكان تاني، وحسب البريفيليج لكل فايل read only او read write. زي برضو الفيزيكال ماشين وهي محتاجه لفايل سيستم عشان تكنترول داتا ستورينج بروسيس في الهارد ديسك، برضو الفيرتشوال ماشين بتحتاج لفايل سيستم بسميه بقى فيرتشوال فايل سيستم عشان تكنترول داتا ستورينج برضو في الفيرتشوالايزد انفايرمنت. كل فيندور بيكون ليه الفيرتشوال فايل سيستم الخاص بيه. على سبيل المثال في ام وير ليها الفيرتشوال ماشين فايل سيستم VMS VMFS، وهواوي ليها Virtual Image Manage System VIMS. اليوزر لما بيعمل Creation لفايل، فالفايل ده بيتخزن في Virtual Storage عن طريق الفايل سيستم، واليوزر ملوش Access على Physical Disk زي ما قلنا قبل كده. بس هو في الاخر الديسك بيتخزن فين؟ فيزيكالي بيتخزن في الفيزيكال ديسك او في السيكتورز بتاع الفيزيكال ديسك. ازاي بقى بيحصل مابنج للفايل سيكتور معين؟ اللي بيتم هو العمليه العكسيه لعمليه الكريشن للفيرتشوال ديسك من الفيزيكال ديسك. يعني في البدايه خالص انا عندي ديسك مكون مجموعه من السيكتورز، بحوله لفيزيكال فوليوم. عشان احوله لفيزيكال فوليوم فبعمل مابنج بين الديسك سيكتورز والفيزيكال فوليومز، بستخدم المابنج ده في العمليه العكسيه بعد كده. وبرده بنفس الطريقه الفيزيكال فوليوم عندي بحولها للوجيكال فوليومز، فبرده عشان احولها لازم اعمل مابنج من كل جزء موجود عندي في الفيزيكال فوليوم والجزء المقابل ليه في اللوجيكال فوليوم. برده لما اجي احول اللوجيكال فوليوم عندي لفايل سيستم بلوكس بعمل برده مابنج، وفي الاخر لما اجي استخدم الفايل سيستم عندي تمام بعمل مابنج برضه. المابنج اللي تم في كل مرحله من المراحل دي هي اللي انا بستخدمه في الاخر علشان اعمل ستورنج للداتا في سبيسيفيك سيكتورز في الفيزيكال ديسك. في الجزء اللي جاي هندي فكره عن الفيرتشوال ماشين ديسك. زي ما احنا عارفين الفيرتشوال ماشين بتتكون من كونفيجريشن فايلز وديسك فايلز. المقصود بالفيرتشوال ماشين ديسك هو الديسك فايل اللي مخزن فيه اليوزر داتا. لو استخدمنا فيرتشوالايز ستورج هيكون الديسك فايل في الحاله دي هو الشير دايركتري اوف فايل سيستم. اما لو استخدمنا نون فيرتشوالايز ستورج الديسك فايل هو عباره عن اللام. من ناحيه الاوبريتنج سيستم او اليوزر، اللام او الفايلز بنتعامل معاهم كانهم هارد درايف من الهاردوير الموجوده في السيستم. عشان كده اول ما بعمل كرييشن لفيرتشوال ماشين لازم اعمل كرييشن لديسك للفيرتشوال ماشين عشان اخزن الداتا فيه، والداتا الخاصه بالديسك ده بنخزنها في الكونفيجريشن فايل الخاص بالفيرتشوال ماشين. طبعا زي اي فايل فان الفيرتشوال ماشين ديسك بيكون ليه فورمات ثابت خاص بيه. على سبيل المثال الرو فورمات ده خاص باي فيندور، البي ام وير الفورمات بتاع الفيرتشوال ماشين ديسك الخاص بيها في ام دي كي، المايكروسوفت هايبر في الفورمات بتاع الديسك بتاعه في اتش دي، وهكذا. اخر حاجه هنتكلم عليها في الشابتر ده الاستورج فيتشرز اوف هواوي فيرتشواليزيشن برودكت.
الستورج ريسورسز لهواوي فيرشواليزيشن برودكت اما تكون مصدرها ديستريبيوتد ريسورسز جايه لي من ديستريبيوتد ستورج سيستم زي فوشن ستورج بلوك، او تكون جايه لي من سنترلايزد ستورج عن طريق إتسان او الناس. عشان اعمل كرييشن للفيرتشوال ديسك للفيرتشوال ماشين لازم اعمل اضافه للستورج ريسورسز دي على الهوست بتاعي. بعد كده بعمل الكونفرشن او تحويل للستورج ريسورسز دي لداتا ستور. بعد كده بعمل اسوسيشن بين الداتا ستور والهوست، وكده بنكون جاهزين ان احنا نعمل كرييشن للفيرتشوال ديسك للفيرتشوال ماشين. ايه هي الستورج ديفايسز اللي ممكن تتحول لداتا ستور؟ ممكن اول حاجه تكون ران على الساند ديفايسز سواء كان اف بي سي سان او ايسكازي في الاي بي سان، او ممكن تكون فايل سيستم على الناس سيرفر، او ممكن تكون ستورج بول في الفيشن ستورج بلوك بهذه الصوره ان هي ليها تكون شيرد كاتالوج زي ما قلنا واتكلمنا قبل كده. برضو انا محتاج ان انا قبل ما اضيف الستورج ريسورسز عندي ان انا اعمل اضافه لستورج بوردز للهوست بتاعي في الكلاستر عشان يعمل كوميونيكيشن بين الستورج ريسورسز والستورج بوردز، وده يندرج في كل الستورج ريسورسز اللي انا اتكلمت عنها مع سواء كانت اي بي سان سواء كانت الناس سيرفر او واتيفر، ما عدا بس الاف بي سي سان في الحاله دي مش محتاج ان انا اعمل اضافه للستورج بورت. تاني حاجه برضو محتاج ان انا اعمل سكان للستورج ديفايسز على الفيشن كومبيوت بورتال. الداتا ستور ممكن تكون فيرتشوالايزد ممكن تكون نان فيرتشوالايزد، وقلنا زي ما قلنا قبل كده الفرق الرئيسي بين الاثنين وجود الفايل سيستم. هل في فايل سيستم ولا مفيش فايل سيستم؟ لو في فايل سيستم فدي هتكون فيرتشوالايزد، لو مفيش فايل سيستم هتكون نون فيرتشوالايزد زي اللان مثلا على سبيل المثال. اخر حاجه عندي الار دي ام او الرو ديفايس مابين، ودي تكنولوجي بتسمح للفيرتشوال ماشين تعمل دايركت اكسس على الاستورج ديفايس، وبالتالي انا مش محتاج ان انا اعمل فيرتشوال ديسك. الفيرتشوال ماشين بتتحكم في الستورج ديفايسز دايركت. نتكلم عن بعض الفيتشرز الخاصه بالهواوي فيرتشوال ديسك. اول حاجه في تقسيمات كتير جدا للفيرتشوال ديسك عند هواوي. من ناحيه التايب بتاعي ممكن اقسمه لنوعين كومن وشيرد، دي التقسيمه كده من ناحيه الشيرنج. الكومن ده او ممكن نقول عليه نون شيرد ديسك ممكن استخدامه عن طريق سنجل فيرتشوال ماشين. النوع الثاني شيرد ديسك من اسمه ممكن استخدامه عن طريق اكثر من فيرتشوال ماشين، بس في الحاله دي لو جت مجموعه من الفيرتشوال ماشين عملت رايت ات ذا سيم تايم في الحاله دي هيحصل لوسز للداتا. عشان كده لازم اتحكم في عمليه الاكسس على الفيرتشوال ديسك من اكثر من فيرتشوال ماشين من خلال اي ابلكيشن عشان ما يحصلش اللوسز اللي احنا اتكلمنا عنها. ممكن اقسم برضو الفيرتشوال ديسك من ناحيه الكونفيجريشن مود لنوعين، هو اكشوال هما ثلاث انواع. اول نوع الكومن، ثاني نوع الثين بروفيشن، ثالث نوع هو الثيك بروفيشن ليزي زيرو. النوع الاول اللي هو الكومن او احيانا بيقولوا عليه الثيك بروفيشن. الثيك بروفيشن ايه هو الثيك بروفيشن؟ في حاله الثيك بروفيشن لما اجي اعمل كرييشن للفيرتشوال ديسك واحدد ان الكونفيجريشن مود بتاعه ان هو يكون كومن او ثيك بروفيشن، في الحاله دي بديله كل او بعمل له الوكيشن لكل الكاباسيتي الخاصه بيه من الفيزيكال ستورج عندي من البدايه، وبعمل تصفير لكل الداتا اللي كانت موجوده فيه لو كان في داتا متخزنه بالفعل، فبعمل زيروينج ليها وبفضيها. النوع ده يعتبر احسن من اي انواع ثانيه لان انا بعمل الوكيشن لكل الكاباسيتي اللي انا محددها في الفيرتشوال ديسك تمام من البدايه، وتاني حاجه بصفر كل البيانات فالبرفورمانس بتاعه بيكون احسن حاجه.
النوع الثاني الثيم بروفيشن، لو انا عملت كريشن لفيجوال ديسك واخترت الكونفيجريشن مود بتاعه ان هو يكون ثيم بروفيشن، في الحاله دي ما بعملش الوكيشن لكل الكباستي المطلوبه او المتحدده في الفيجوال ديسك. امال بعمل ايه؟ بديله كباستي بناء على اليوسج بتاعه او الكرنت يوسج بتاعه على حسب الاستخدام، وبزيدها مع الاستخدام. على سبيل المثال لو انا عملت كرييشن لفيجوال ديسك واديت الوكيشن للكباستي مقدارها 30 جيجا بايت واخترت الكونفيجريشن مود بتاعه ثين بروفيجن وعملت كوبي ل 2 جيجا بايت، في الحاله دي المساحه لو وبعد كده جيت قست المساحه هتلاقي المساحه او الكباسيتي بتاعه الديسك 10 جيجا بايت. اما لو كنت اخترت الكونفيجريشن مود بتاعه كومون في الحاله دي هتكون 30 جيجا بايت، رغم ان الداتا الموجوده فيه بالفعل 10 جيجا بايت بس في حاله الكومون او الثيك بروفيشن هتكون 30 جيجا بايت. في نوع اخير هو الثيك بروفيشن ليزر زيرو. الفرق بينه وبين النوع الاول ان انا بعمل الوكيشن للفول كاباسيتي المطلوبه في فيجوال ديسك من الفيزيكال ستورج، بس في نفس الوقت ما بعملش زيروينج للداتا. لو في داتا موجود خزنها على فيجوال ديسك ما بصفرهاش. بصفرها امتى؟ لما ابدا نعمل رايت للنيو داتا ببدا اصفر الداتا القديمه، وبصفر الداتا المخزنه في الستورج ريسورسز عندي، وبالتالي البرفورمانس لما اجي اعمل رايت لاول مره بيكون ابطا من النوع الاولاني لانه بيستغرق وقت عشان يعمل زيروينج للداتا. الثين بروفيشن بتسمح ان انا اعمل ميموري اوفر كوميتمنت فيتشرز اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله في الفيرشواليزيشن فيتشرز الخاصه بالفيرشوال ماشين، ان انا بالوكيت فيرشوال ميموري اكتر من الفيزيكال ميموري اللي موجوده عندي في السيستم. بس يفضل ان الميموري اوفر كوميتمنت ما يزيدش عن 50% من الفيزيكال ميموري اللي موجوده عندي. على سبيل المثال لو عندي كاباسيتي بتاعت الفيزيكال ريسورس اللي موجوده عندي 100 جيجا بايت وعملت كريشن ل 3 فيرتشوال ديسك، فممكن اعمل الوكيشن لكل فيرتشوال ديسك ب 50 جيجا بايت، بالتالي هيخلي المجموع عندي هيبقى 150 جيجا بايت رغم ان انا عندي الاكشوال resources في الفيزيكال ديفايسز عندي في الفيزيكال ستورج ديفايسز 100 جيجا بايت بس، فانا عملت ميموري اوفر كوميتمنت بنسبه 50% بس. اخر حاجه عندي انواع الديسك من ناحيه الديسك مود: ديبندنت، اندبندنت، ريزيستنت، اندبندنت، نون ريزيستنس، ودي بتتناول كيفيه تعامل الفيجوال ديسك مع السناب شوت. في حاله ديبندنت ما يتمش الاحتفاظ باي بيانات في الفيجوال ديسك، بمعنى لما اجي اعمل كرييشن سناب شوت كل الداتا اللي متخزنه في الفيجوال ديسك هتحصل لها لوسز والبيانات الموجوده في الفيجوال ديسك هتكون هي اللي متسجله لحظه ما عملت سناب شوت. اما في حاله النوعين التانيين اندبندنت ريزيستنت واندبندنت نون ريزيستنت، فالمقصود بإندبندنت أوف سناب شوت، معنى كده إن الداتا اللي متخزنة في الفيرشوال ديسك مش بتتأثر بالسناب شوت عكس النوع الأولاني ديبندنت أوف سناب شوت. طيب بالنسبة لإندبندنت ريزيستنت، الداتا اللي متخزنة في الفيرشوال ديسك هتكون not included في السناب شوت، بمعنى إن أنا هتم الاحتفاظ بيها ومش هتضيع بسبب السناب شوت. استخدمها امتى؟ في حالة لو كان محتاج ان انا احتفظ ببعض البيانات وما اخليهاش تتأثر بالسناب شوت. اما independent non-resistance فالداتا بيحصل لها discard لو عملنا shut down او power off للفيرشوال ماشين. وده كده اخر حاجة عندي في الشابتر، وشكرا جزيلا.